تين هانغ يحق لوراندو الاستياء من قراراتي. أبدى الهولندي إريك تين هانغ مدرب مانشستر يونايتد تفهمه لرد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله الأحد في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وخاض رونالدو الأحد مباراته الأولى كأساسي منذ الهزيمة المذلة أمام بيرنفورد 0-4 في أغسطس، لكن تين هانغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مساعاه لمحاولة الوصول لشباك نيوكاسل. وبدأ البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات مستعن تماما من لحظة خروجه من الملعب، لكن تين هانغ قال: أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيدا بالخروج من الملعب خصوصا رونالدو. وفق ما أفاد تين هانغ عشيته المواجهة الصعبة جدا ضد توتنهام في ملعب أولد ترافورد، ورأى المدرب الجديد لفريق شياطين الحمر طالما أن ردة الفعل بطريقة طبيعية هادئة فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفا، لهذا السبب هو جيد إلى هذه الدرجة. وشك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال روندو لا سيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريق الفوز في الوقت بدل الطائع، لكن تين هانغ يعتقد أن فريقه لم يكن مضطرا للانتظار حتى الوقت بدل الطائع لمحاولة التسجيل، بل حرم بحسبه من هدف لروندو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. كما أبدى الهولندي إيريك تين هانغ مدرب مانشستر يونايتد تفهمه لردة فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله الأحد في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.